لك نضال، نضال الأحمدية. شو مدام، شو حضرتك، ما سمعتي بالخبر تبع تاج راسك أحلام لما رجعت على ذا فويس؟ ولا صار فيكي انهيار عصبي؟ أنا شوفي نضال، قسم بالله أنا أدري الحين شنو وضعك. الحين حاطة أغنية الحكمي وقاعدة تبكي بعد ما رجعت أحلام في ذا فويس. أغنية ما راح اقول لك شو بني شو صار فيه بهالدني. بس طبعا ما توصلين للولدنة. اي ولدنة تي؟ قولي يا الله حسن الخاتمة، لان حسن خاتمتك ما راح تشوفينه. انا عندي احساس اني راح تموتين على جنابه، لان كل افعالك دنيسة. بس احلى شيء شفته، يبا قالت احلام، اينما يجلس قيصر فهو رأس الطاولة ورأسك.